بسم الله الفتاح العليم والصلاة والسلام على الرسول الكريم. نرحب بكم في فيديو آخر في قناتي. فيديو نهار اليوم راح يكون عبارة عن أسهل تحلية منعشة وتوجد في ساعة وبنينة بزاف وتنحي على الخاطر في هذه السخانة اللي رانا فيها يا خواتاتي، سخانة تغم القلب. مقاديرها بسيطة جدا، راح تكون سهلة وتوجد في أسرع وقت. مقاديرها عبارة عن عنا 3 كيسان حليب، عنا فلون اي ذوق تحبوه، انا نفضل ذوق الليمون باش تكون منعشه وتنحي على الخاطر كي تبرد. والليمون ما نقولكمش، ملعقه نشا سكر، وعندنا في المرحله الثانيه نصف عصير حبه ليمون، كريم شانتي المتوفره عندك، ما نقولك كيس، ما نقولك ملعقه، ما نقولك زوج، اللي متوفره عندك ديريها. وللتزيين حبه ليمون، حبه موز عفوا اختياريه. في اول خطوه راح نبداوها مع بعضنا باذن الله، نديروا الفلون في الحليب. انا عندي زوج باكيات كما قلت لكم في 3 كيسان حليب، راح تكون تحليه بنينه بزاف وتوجد في ساعة. نضيفوا لها 2 ملاعق سكر، ملعقه نشا، ونديروها على النار حتى تختار ونرجع لكم. بعد ما خليتها اختارت مليح درتها في اناء يدخل الكونجيلاتور باش نحطها تبرد شويه لمده 15 دقيقه على الاقل، باش من بعد نضيف لها عصير ليمون والكريم شانتي ونزيد نردها تبرد مليح ونخفقها بالباتور ونديرها في كؤوس التقديم ونزينها. بعد ما خليتها برد شويه في الكونجيلاتور راح نضيف لها عصير الليمون ونضيف لها كريم شانتي الكمية اللي تحبوها. أنا دوك نضيف القليل قدامكم، ملعقة أو ملعقتين أو 3 اللي متوفر، تقدري ديري حتى كيس نص كيس اللي حبيتيه. نكملوا على الجلالة، نضربوها بالباتر مليح، نضربها لمدة 15 دقائق. بعد ما ضربتها مليح درك نعاود نردها الكونجيلاتور تزيد تبرد مليح باش نزينوها في كؤوس التقديم. بعد ما خليناها بردت مليح جبتها من الكونجيلاتور زدت ضربتها مرة ثانية بالباتر وراح نزينها الآن في كؤوس التقديم. نحط طبقة من الموز أو أي فاكهة يعني تفضلوها التومة، طبقة من الكريمة، وراح كي تزيد تبرد مليح راح تجي هايلة بزاف. نزيد لها طبقة من الموز، نزيد لها طبقة ثانية من هاد الكريمة، نزينها بقطعة من الموز في الوسط، نزيد ندير معاكم كأس ثاني، طبقة من الموز. سهلة سهلة جدا ولذيذة منعشة منعشة بطعم الليمون، راح تعجبكم بزاف. طبقة ثانية من الموز وطبقة أخيرة من الكريمة، يعني بأدوات بسيطة تحضريها، لا لابوش لا التزيين اختياري، هكذا أو هكذا كما تحبوا. وهكا كملنا تزيين التحلية تاعنا في الكؤوس، تحلية بنينة بزاف وأحسن من ذلك أنها سهلة ومنعشة في السخانة، تنحي على القلب. ديريها خليها تبرد مليح وكوليها بالصحة والهناء لصحاباتي وخواتاتي وعائلتي. نتمنى تدعموني باشتراك وجام وليكومنتير تاعكم، ما تبخلونيش باقتراحاتكم عليا. نتمنى تدعموني ونحبكم بزاف. إلى الملتقى في فيديو آخر إن شاء الله.